السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم وحلقتنا هو اليوم 24 من أيام رمضان المبارك، حلقة مباركة كذلك خصصناها لكم للمس العاشق الزاني الذي يتحرش. فإذا لم يتأثر ببرنامجك بالأمس، هذا البرنامج كذلك بإذن الله سوف يتأثر به رغما عنه، لأنه خاص بصورة النور. سوف تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى سورة النور، وتقرأها كلها بإذن الله تبارك وتعالى حتى تصل إلى الآية 35. يقول الله عز وجل فيها: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وتكرر بإذن الله تبارك وتعالى: نور على نور، نور على نور، نور على نور، ما شئت وما استطعت أن تكرر هذه الآيات بإذن الله تبارك وتعالى، أو هذه الآية 35 الله نور السماوات والأرض إلى آخر بإذن الله تبارك وتعالى، إلى الآية فقط، إلى آخر الآية 35. عندما تكرر هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى وتكثر منها بإذن الله تبارك وتعالى، سوف يتعذب هذا المس العاشق، لأنه عاشق ظلامي، عاشق يعشق السواد، يعشق الظلام، يريدك أن تكون منعزلة أو تكوني منعزلة، يريد أن يعيشك في الحزن والكآبة والظلام، وأن تكون وحيدا كي يتقوى عليك ويتفرد بك. لذلك تجد الإنسان الذي يؤثر عليه الجن يجعله وحيدا، يجلس وحده، يبكي وحده، يأكل وحده، يشرب وحده، يتكلم وحده، يعني لا يحب الاجتماع مع الناس، ولا يحب أن يجلس مع الناس أو يزور الناس، أو لا يحب أن عندما يجلس مع الناس يضيق، وعندما يخرج إلى الشارع يضيق، يحب فقط أن أرجع إلى البيت ويجلس في زاوية. فهذا يدل على أنه أثر عليك جدا، فكيف تريد أن تخرجه؟ فلا بد أن تحرم عليه عيشته وتعذبه بإذن الله تبارك وتعالى، وتركز على الخطوات التالية. عندما تقرأ سورة النور وتكرر الآية 35 بإذن الله تبارك وتعالى، تكررها جيدا على قدر مستطاعك، ستقول: اللهم يا مقسم الأنوار، أرزقني نورا تحرق به كل عاشق زاني يسكن في الصدر والعورات والعيون. اللهم يا مقسم الأنوار، ارزقني نورا يحرق كل عاشق زاني أو كل عاشق زانية تسكن في العورات وتسكن في الصدر وتسكن في العيون. اللهم يا مقسم الأنوار، ارزقني نورا يحرق كل عاشق يسكن في العورات والصدر والعيون، أو كل عاشق تسكن في الصدر والعورات والعيون. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى، فالأماكن 90% من الأماكن التي يحبها العاشق هي العيون والصدر والعورات، يعني 90% أن هذه المناطق يحبها جيدا ويسكن فيها ويتركز فيها: العورات، الصدر، العيون. اللهم يا مقسم الأنوار، ارزقني نورا يحرق كل عاشق زاني مسلط يسكن في العورات والصدر والعيون. وتدعو عليه وتدعو 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 عليه بإذن الله تبارك وتعالى حتى يحترق بنور الله تبارك وتعالى. أو تقول دعاء آخر: اللهم يا مقسم الأنوار، ارزقني نور القرآن العظيم ليحرق كل عاشق يسكن في العورات، ليسكن في الذي يسكن في العورات والصدر والعيون. اللهم يا مقسم الأنوار، ارزقني نور القرآن العظيم ليحرق كل عاشق يسكن في العورات والصدر والعيون. وتدعو عليه بإذن الله تبارك وتعالى بالتكرار على قدر مستطاعك 100 مرة و200 في الدعاء الأول أو الثاني، حتى تنتصر على هذا العاشق وتتغلب عليه وتتحكم. عندما تتحكم أنت في شخصيتك، سوف تصلي، سوف تسجد وتركع وتسبح وتفعل ما يحلو لك، كأن العاشق ليس فيك. فإذا فعلت هذه الطريقة وعذبته جيدا ولم تشعر به، فسوف يخرج. أن تحرم عليه مشتهياته أولا، ثم أخرج دليلا صغيرا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.